سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم احلام تي في. اخواتي، ما عندناش شهيوه كيف ما كتشوفوا، فعندنا وصفه ديال الكلف. هاد الفيديو البنات او هاد الوصفه مقترحه، غادي نصورها. انا صراحه لقيتها غير بالصدفه في كومونتير في واحد البوست في فيسبوك، جربتها. انا كنعاني من الكلف، انا صراحه شرب لكم مده 6 سنين والكلف فيا، ما خليت اطباء الجلد ما خليت ما درت. راكم عارفين اطباء الجلد بشحال كتقام عليكم القضيه، ما خليت صراحه درت بزاف د الحوايج. وسورتو هاد اللي كيكون قديم مثلا 6 سنين 7 سنين فوق، فتيكون داك البروفون ولا العميق، كيكون داك الكلف العميق، فما صعيب باش تحيدو. هاد الوصفه البنات ماشي نقول لكم حيداتو ليا 100%، ولكن البنات بدا كيحيد فريمون. كنحس بان داك اللون ديال الكلف اللي كان عندي زرق، بحال الزرق، راه بحال الزرق الداكن، دابا بدا كيبهات، يعني ولا اللون ديالو تقريبا مارون مارون كلير، غادي وكيفتح. يعني تلمون فرحت لي النتيجه، قلت غادي نشارك معكم ان شاء الله هذه الوصفه. الوصفه البنات ساهله، ما فيها حتى شي حاجه، كما قلت لكم غير صدفه لقيتها. واحد البنت حاطه واحد البوست ديال الكلف، وش وحده عطاتها ليها. صافي، ما فيها حتى شي حاجه، فيها لالا عندك معلقه ديال نسكافي اولا على حساب، لان هذا الخليط غادي نحتفظوا به. فعندي معلقه نسكافي، نسكافي العاديه، عندي فرماجه حبه واحده ديال هاد الجبن المثلث. لاحظتوا المقادير اللي هي ساهله، عندي واحد معلقه ديال ياغورت طبيعي اولا بيضه اللي بغينا نديرو، اللي وجهها البنات دهني، اللي وجهها دهني فمن الاحسن دير فرماج، اللي وجهها جاف دير البيض. دونك كنخلط هاد المكونات كامله بحال هكا، دونك تنستمر حتى كنخلطهم. فكنخلط اخواتي بحال هكا، هي نقدروا نضعفوا زعما المكونات حيت الخليط غادي نحتفظوا به كما قلت لكم، ولكن انا كنفضل يعني كل 3 ايام هكا كنعاود نجدد الوصفه من الاحسن. فكنخلط مزيان 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 كما كتشوفوا، حتى كتذوب ليا داك الفرماجه. هذا البنات هذا رائع 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 رائع، هاد الخليط صراحه. دونك صافي، حتى كنتاكد منها العناصر انسجمات. فكاين اللي في غتلقاو صراحه هاد الوصفه غتلقاوها بزاف منتشره مؤخرا، لان بزاف د البنات جربوها، واللي جربتها كتبارطاجي النتيجه ديالها. فكما قلت لكم كاين اللي داير البيض، كاين اللي داير الفرماج، يعني على حسب النوعيه ديال الوجه اولا ديال البشره عفوا. صافي، يعني كتكون هكا راه تخلطات. كنحسب هاد الاخوات زايدين ليها زيت اللوز، انا زيت اللوز كنديرو ولكن كنديرو بالليل ما كنديروش بالنهار، سورتو دابا مع رمضان يعني كاين طياب فران بزاف الحوايج، كنديرو حتى الليل وكنغسلو وجهي، والنهار كنشقى عادي. بالنهار ملي تنكون هكا تنشقى فكندير هاد الماسك، تنخليه تقريبا واحد ربع ساعه كاع وجهي، يعني كيكون كافي باش كتدخل ليا الماسة. صافي، وكناخدو واحد البو، يكون عندنا هكا خاوي ديال شي كريم يعني كنستعملوه اولا استعملناه وقال لنا هاد البو. انا كنحتفظ بهم صراحه، حتى الكريم الا كان فات ليا البنات، هذا غير للاضافه. حد مثلا الكريم الا كان فات ليا المده ديالو مثلا ما بقاش صالح فما كنلوحوش، فكنخلي داك الكريم. شنو كندير به؟ كنمسح بها البنات الخشب، كنمسح به الخشب ديال السدادر، الخشب ديال الكوزينه، يعني العود عرفتي البنات كي كيردو غزال، وحتى سميتو حتى الغبره ما كتشدش فيه. عندك سوا هاد لي كريم هادو اللي تيكونوا هكا بيريميل، سوا سوا فازلين، الا مسحتي بها الخشب فما كتخليش هاد النويطه. كانت قالت لي واحد السيده شفتها مسكينه تعاوني الله يرحم ليها الوالدين في هاد النهار، وهي اللي عطاتني هاد الفكره. وصافي من تما وليت كنديرها. صافي من بعد ملي كنسالي كنحتفظ خلاص بالبو، هاد لي بو كنحتاجهم هكا في هاد الوصفات ديال التجميل وداكشي فكيبقاو عندي. صافي البنات، هذا هو اللي يعني انا هذا غادي نستعمله قدامكم، ما غاديش نضيعو، وهذا غادي نحتفظ به في الثلاجه. فهذا هو، استسمح نجيب واحد كلينكس. فهذا غادي نحتفظ به كما قلت لكم اخواتي في الثلاجه، يعني على هذا الشكل. وهذا غادي نديرو قدامكم ان شاء الله. هنا اخواتي بعد ما دهنت الماسك،
فاعتذر تقطع ليا اولا تحذف ليا المقطع اللي كنت كندهن فيه. فهذا الماسك تيجي على هذا الشكل البنات، يعني ما كيديرونجي صراحه، ماشي بحال بعض الماسكات اللي كيكمشوا هكا الوجه وكيخليك تحسي بواحد الاحساس في الشكل، يعني خصك وقتاش تغسليه، فهذا ما كتحسيش به، بالعكس كيجي رطيب على الوجه. وعاد خلاص ما نعاودش لكم البنات على الريحه، يعني الناس اللي كيبغيو القهوه كتبغي كيبغيو يعني كيتعجبوا من ريحه القهوه، فكتحسوا في هذه اللحظه بواحد انتعاش رائع. انا صراحه من الناس اللي كنحماق على القهوه، فيعني ما كتمليش من هذا الماسك، يعني تقدري ديريه في الصباح وفي العشيه وما تمليش منه. وعاد خلاص النتيجه يعني كما قلت لكم من اول استعمال، يلا كتغسلي وجهك المره الاولى كيبان لك الفرق، اقسم بالله العلي العظيم الا كيبان لك الفرق، يعني كيكون وجهك بحال كتحسي به تغدى، بحال واحد الحيويه ولات في الوجه، يعني رائع صراحه. نصحكم البنات تجربوه. هذه البنات النتيجه هنا تقريبا شي شهر وانا كنستعمل هذا الماسك، فهنا اقسم بالله العلي العظيم انني ما دايرهش الفلتر، حتى الفلاش ديال التليفون ما دايرهاش، والله العلي العظيم البنات الى النتيجه رائعه. انا يا ماكش صراحه غنبارطاجي معكم هذه الوصفه، ولكن حتى تاكدت من النتيجه عاد باش قلت غادي ندير عليها ان شاء الله فيديو ونبارطاجيها معكم. نتمنى ان شاء الله تجربوه سورتو.